أهلا بكم في آخر فقرة من حلقة اللادي. تصريح الحقيقة لافت ومهم جدا. التصريح ده الحقيقة مش من أي حد، التصريح ده من السيد إبراهيم منير. التصريح بيتكلم على أنه جماعة الإخوان بعد 9 سنين من الصراع مع الحكم العسكري أو مع السلطة العسكرية في مصر، أنه بعد 9 سنين خلاص الجماعة سوف تتخلى عن المشاركة في الحكم. ده التصريح اللي قاله القائم بالمرشد العام لجماعة الإخوان السيد إبراهيم منير في حديث مع وكالة رويترز، حديث مهم جدا. وقال إن الجماعة ترفض العنف تماما وتعتبره خارج فكرها، هو اللي أكده، هو ده السيد إبراهيم منير، وده بعد 9 سنين. قال إن الجماعة ترفض العنف تماما وتعتبره خارج فكرها، ولمح إلى استعداد الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي. ده نقلا عن العربية، تطور لافت. الإخوان لن نخوض صراعا جديدا على السلطة بمصر. خلينا نشوف السيد إبراهيم منير قال الكلام ده إزاي. فيديو ده كلام السيد إبراهيم منير، فيديو صوت وصورة. لمزيد من إلقاء الضوء على تداعيات المشهد بيشرفني يكون معايا الأستاذ الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور عصام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. ومعي أيضا، أهلا بحضرتك يا فندم، ومعي أيضا المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الأستاذ صهيب عبد المقصود. أستاذ صهيب أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسلامة المشاهدين دكتور عصام. خليني أستاذ صهيب أبدأ بالدكتور عصام الأول وبعدين هرجع لك. دكتور عصام، كيف قرأت تصريح القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين السيد إبراهيم منير بأن الجماعة لن تخوض صراعا جديدا على السلطة؟ برأيك هل يعد القرار ده قرار من الإخوان باعتزال الحياة السياسية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك أولا، والتحية لضيفك الكريم، والتحية لكل المشاهدين. أنا عندي في البداية يعني عدة ملاحظات أراها مهمة وتأسيسية. الملاحظة الأولى أنه في مراحل السيولة السياسية، لا يجب التعامل مع أي قرار أو بيان أو تصريح سواء كان صادرا عن نظام سياسي أو كيان سياسي على أنه يعبر عن رؤية استراتيجية متكاملة الأركان، ولكن يجب النظر إليه باعتباره إجراء تكتيكيا للتعامل مع طبيعة المرحلة. لا ينطبق الأمر على تصريح الأستاذ إبراهيم منير، ولكن ينطبق الأمر أيضا على العديد من السياسات والقرارات والبيانات التطبيعية التي تبنتها معظم النظم السياسية في المنطقة خلال العامين الأخيرين، وتحديدا منذ يناير 2021 مع تغير الإدارة الأمريكية، ثم مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. هذا ملاحظة أولى من وجهة نظر. وبالتالي التعامل مع التصريحات الصادرة عن الأستاذ إبراهيم منير من وجهة نظري أتعامل معها باعتبارها أيضا تتفق مع طبيعة المرحلة. هناك حالة من السيولة السياسية، هناك حالة من الغموض الشامل في مواقف الأطراف الإقليمية والدولية تجاه كل القضايا وكل الملفات وكل الكيانات، وبالتالي يأتي هذا القرار تعبيرا عن طبيعة هذه المرحلة أيضا في إطار السيولة السياسية. الأمر الثاني المهم من وجهة نظري أيضا، هناك مستويان شديد الأهمية في إطار التعاطي مع هذه التصريحات. المستوى الأول هو ما يمكن أن يصدر أو عن الناشطين السياسيين، وما يصدر عن الناشطين السياسيين ستغلب عليه باب المشاعر والعواطف، وما يجب أن يكون وما يجب أن تقوم به جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها كما يقال أكبر تنظيم سياسي في مصر، نجح في عدة استحقاقات انتخابية بين عامي 2011 و2012، وأنه الأقوى تنظيما والأكثر عددا والأكبر قدرة، وأنها يجب أن تنهض بدورها في التعاطي مع تحولات الأوضاع في مصر. هذا ما يمكن أن يراه أو يتعاطى معه الناشط السياسي في التعامل مع هذه التصريحات. ولكن من وجهة نظر أخرى، هناك ما يراه المحلل السياسي، وأنا هنا أتحدث بصفتي محللا سياسيا وليس ناشطا سياسيا. ما يجب أن يراه المحلل السياسي أو يعتمد عليه هو تحليل هذه التصريحات، وتحليل هذه التصريحات في إطار علم السياسة. لدينا مجموعة من الأدوات، من بين هذه الأدوات وأعتقد أن لديكم علم به ما يسمى بالتحليل الرباعي. هل من شأن هذه التصريحات أن تزيد من قوة جماعة الإخوان المسلمين إذا كان
التيار الأستاذ إبراهيم منير يعبر عن هذه الجماعة ابتداء ولا يوجد صراع على السلطة داخليا داخل الجماعة، أم أن مثل هذه البيانات يمكن أن تؤدي لمزيد من الضعف والإنهاك؟ هذان مستويان، مستوى القوة ومستوى الضعف. ثم هناك مستويان آخران في إطار التحليل الرباعي، وهما هل يمكن أن تشكل مثل هذه التصريحات أو توفر مثل هذه التصريحات الآن في هذا التوقيت مجموعة من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها جماعة الإخوان المسلمين، إذا نظرنا أيضا بين قوسين للأستاذ إبراهيم باعتباره مرحب. طب ما هو كده يا دكتور عصام، أنت يعني لحد الآخر لو كملت مع حضرتك خلاص، يعني الأسئلة دي هي اللي أنا أطرحها على الزميل الأستاذ سهيب، فاديني فرصة أرجوك تفضل. لأن أنا بس أروح للأستاذ سهيب وهرجع لحضرتك تكمل فكرتك. بس أستاذ سهيب، يعني هاخد من كلام الدكتور عصام. الدكتور عصام قال كلام طبعا كل مهم، لكن لفت نظري فيه انه وصف ان هناك تيار اسمه تيار ابراهيم منير، طبعا مع حفظ الالقاب. سؤالي بقى، يعني لمن يوجه السيد ابراهيم منير هذا التصريح؟ هل يوجهه للمجتمع الدولي ام يوجهه للنظام في مصر، ام انها يعني ام انه بيوجهه حتى يستطيع التغلب على الخلافات الداخليه داخل جماعه الاخوان نفسها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أستاذ محمد، أنا عاوز أدخل الموضوع يعني كمسار توضيحي حتى يعني لإزالة لبس ربما حدث عند البعض. أولا، هذا التصريح الذي صدر عن الأستاذ إبراهيم منير هو يعني جاء يعني كما قال الدكتور عصام لمشروع يعني مسؤولية نشعرها كإخوان مسلمين تجاه أمتنا وتجاه وطننا وتجاه مصر. مصر الآن يعني بتمر في حالة شديدة جدا من الضيق على كافة المستويات، المستويات الاجتماعية، المستويات الاقتصادية، المستوى السياسي، المستوى الحقوقي والأمني، في كل المستويات الدولة مهددة يعني وفق تقارير وإحصائيات حضرتكم تعرضتم لبعضها. فبالتالي إحنا نشعر بمسؤولية سياسية كجماعة الإخوان المسلمين أن نقدم رؤيتنا وأن نقدم ما نرى لإنقاذ مصر من هذا الذي تمر به. ده جزء اول. الجزء لا 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 معلش، لا معلش الله يخليك. لا، ما انا ما سبتش الدكتور عصام برضو. يعني معنى كده ان التصريح الذي ورد على لسان السيد ابراهيم منير وهو الخاص بابتعاد جماعه الاخوان عن العمل في السياسه وعن الحكم، ده في اصلاح مصر. حضرتك انا يعني ده في اصلاح مصر، يعني ابتعاد جماعه الاخوان عن السياسه، هذا الامر فيه مصلحه لمصر، صح كده؟ هجاوب حضرتك بس اديني بس هو ده كلامك انت. أعكد الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الاولانيه حضرتك ذكرت في السياق فيما يخص العمل السياسي، فالعمل السياسي كان ولا زال وسيستمر جزء من عمل جماعه الاخوان المسلمين، وده جزء من الرؤيه اللي بنفهمها وبندركها واللي احد اسباب وجود جماعه الاخوان المسلمين. لكن فرق كبير، وطبعا استاذنا الدكتور عصام ممكن يعني يشرح هذا الامر، فرق كبير بين العمل السياسي كمفهوم ونظريه نقتنع به ونؤمن به، وفرق بين أدوات وممارسات العمل السياسي. العمل السياسي كجزء من فكر جماعة الإخوان المسلمين وكمسار عمل لها على مدار يعني عملها طوال العقود الماضية، هذا ثابت من الثوابت، لم ولن نفرط فيه. ولكن الممارسة السياسية دي بتختلف وبتحددها الأمور، لأن يعني ظرف اليوم غير ظرف الأمس غير ظرف الغد. وبالتالي إحنا في هذا السياق بنحب أن نؤكد هذا الأمر حتى لا يحدث لبس. ما قدمناه وما قدمه الأستاذ إبراهيم منير إن إحنا كجماعة الإخوان المسلمين، طبعا يعني قد يفهم من كلام حضرتك يا أستاذ محمد وأنا هجاوب على السؤال ما بحروبش منه، يعني إن إحنا الإخوان المسلمين لما بنتخذ قرار بيكون هدفنا منه صالح مصر. وبالتالي إحنا إيه صالح مصر في هذا القرار؟ إن إحنا بنقول انتهى زمن استخدام جماعة الإخوان المسلمين كفزاعة سياسية داخليا وخارجيا. أي فرصة يمكن أن تحسن أوضاع المصريين الاقتصادية وأن تحسن أوضاع المصريين الاجتماعية وأن تفرج عن المعتقلين، هذا الملف الذي نعتبره وتعتبره الإدارة الحالية للجماعة أولوية قصوى. أي أمر يمكن أن يحسن هذه الأوضاع نحن على أتم الاستعداد أن نقدم خطوات إيجابية ليظهر هذا الأمر لي ولو لكن نعتبر لكن نعتبر أنه أنا هتوقف عند حضرتك شرح الدكتور عصام. نعتبر أنه تفسيرك أنت لما ذكره السيد إبراهيم منير هو أنه اعتزال العمل السياسي أو المشاركة في الحكم ليس معناه
اعتزال العمل السياسي بشكل عام، صحيح كده؟ ده اللي انت قلته مظبوط. هو انا عاوز حضرتك بس تاخد بالك استاذ محمد ان انا بتحدث باسم جامعه الاخوان المسلمين، فهو جزئيه اعتبار الاستاذ ابراهيم منير انا ما اقوله يتسق تماما مع ما قاله الاستاذ ابراهيم منير، فهو هذا راي جماعه الاخوان المسلمين. انا بس اضفت بقى ايه الجديد الشرح. انا عرفتك كده يا استاذ صهيب المتحدث الاعلامي باسم جامعه الاخوان. انا مش تايه، انا مش فاهم ايه ليه. لا انا اقصد لا قولي ليه الملحوظه. حاضر، لازم انت حضرتك يعني فيما قلته ظهر يعني فهمته، انا ممكن اكون فهمت خطا، ان ده فهم صهيب. لا مش فهم صهيب، ده فهم جماعه الاخوان المسلمين. لاني ممكن اقول لحضرتك معلومه ممكن تبقى جديده وحصريه للبرنامج، ان هذه الرؤيه اللي تم اعلانها الاستاذ ابراهيم منير طوال الشهور الماضيه داخل مؤسسات الجماعه المتخصصه كان يجري العمل على وضع رؤيه سياسيه للجماعه في المرحله المقبله. هذه الرؤيه يعني خلال الاسابيع الماضيه بفضل الله تم اعتمادها، وفيها من السيناريوهات التي يعني تستشرف المستقبل وتضع تصورات الجماعه واستكاد. طب خلينا نروح. ماشي، وصلت فكرتك يا استاذ صهيب، وبعتذر لو انا فاهم غلط يعني. لا ابدا، انا اللي بعتذر. لا انا بس بحاول افهم يعني، وانا وكيل عن المشاهد قدام حضرتك. طيب اروح للدكتور عصام. دكتور عصام، يعني ما دلاله من وجهه نظرك تلميح السيد ابراهيم منير بان جماعه الاخوان لديها استعداد للمشاركه في الحوار السياسي من خلال قوله الحوار الوطني مطلوب لكن يجب ان يشمل الجميع، ما دلاله ذلك؟ لا، هو لو نظرنا الى التصريحين فالتصريحين متناقضين، لأن الحديث عن الخروج من الصراع على السلطة لا يعني بأي حال من الأحوال المشاركة في عملية سياسية. الصراع على السلطة يكون عبر أداتين مهمتين، إما أدوات سياسية أو أدوات غير سياسية. الأدوات السياسية للصراع على السلطة كما درسناها وفهمناها هي الأحزاب السياسية. وبالتالي عندما نتحدث عن خروج من صراع على السلطة معناه أنه لا مجال للحديث عن تشكيل أو تنظيم أو قيام جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم أو بتشكيل أحزاب سياسية تمارس من خلالها دورا سواء في الترشيح أو الترشح أو التمثيل السياسي في المؤسسات الرسمية للدولة. هذا فيما يتعلق بالمسار الأول، الأدوات السياسية عبر الأحزاب السياسية. المسار الثاني للصراع على السلطة هو استخدام القوة أو استخدام العنف سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا ما أكد على نفيه الأستاذ إبراهيم منير. ولكن عندما نتحدث أنه لا مجال للمشاركة في الصراع على السلطة أو في الصراع على الحكم أو الصراع بين الأحزاب أو التنافس بينها، أعتقد أيضا أنه لا مجال للحديث في مثل هذه المرحلة أو في مثل هذا التوقيت أن يكون للإخوان دور في الحوار السياسي، لأن هذا الحوار أحد الأدوات التي تستخدمها السلطة الحاكمة في مصر لإدارة الصراع على السلطة، فلا مجال هنا للربط بين يعني الكلام ده متناقض مع بعضه، صحيح؟ أعتقد أنه متناقض، لأن الحديث عن الحوار هو في الأساس يصب في مصلحة النظام، وبالتالي ترسيخ لسلطة هذا النظام. وإذا كنا نتحدث أو إذا كان الأستاذ إبراهيم المنير يتحدث عن أنه لا مجال للصراع على السلطة بأي شكل من أشكالها سلما أو عنفا أحزابا أو قوة، فلا مجال للحديث هنا عن مشاركة في حوار سياسي أو حوار وطني مع هذا النظام أيا كانت مستويات هذا الحوار. بس الأستاذ صهيب دلوقتي قال عدم الاشتراك في الحكم أو الترشح للحكم ليس معناه اعتزال السياسة بشكل كامل. لا، ده مستوى تاني. أنا عارف طبعا أن صهيب صديق عزيز وحبيب وله مكانته عنده، ولكن حضرتك تعلم المتحدثين الإعلاميين بيغلوا على لغتهم الطبع الدبلوماسي. رجع صهيب أنا كصديق خالص. فمثل هذه الأمور لا، أنا يعني ضبطا للمفاهيم وضبطا للأمور، أنا أرى من وجهة نظر شخصية طبعا، لأن في الأخير هذا تنظيم سياسي كبير له إمكانياتي وله قدراتي، ونشاطه في مصر ودوره في مصر لا يجب عند الملف المجال السياسي فقط، ولا يمكن بالمطلق لأي قيادة داخل هذا الكيان أيا كانت إمكاناتها وقدراتها أن تنفي أو تلغي تاريخ الإخوان المسلمين في العمل السياسي منذ تأسيسها سنة 1928. هذا جانب. الجانب الآخر أن الصراع على السلطة أو عدم الصراع على السلطة في مرحلة من المراحل لا يعني بأي حال من الأحوال حرية الأفراد الذين المحسوبين على هذا التنظيم أن يشكلوا أحزابا سياسية أو كيانات سياسية أو ينضموا إلى كيانات سياسية قائمة يمارسوا من خلالها عملا سياسيا. وبالتالي فكرة الصراع على السلطة مرتبطة بالتنظيم كتنظيم باسم جماعة الإخوان المسلمين. في هذه المرحلة هذه الرؤية كما أشار صهيب، إذا كان بالفعل هناك نقاشات وحوارات استمرت لعدة أشهر وتم بلورة رؤية،
هذا يجب أن يكون أيضاً، هذه الرؤية لا يجب أن تبقى سرية، ولكن أن تنشر على العلن لكل القوى السياسية، لكل الرأي العام في مصر، للرأي العام الإقليمي والدولي، لأن في الأخير جماعة الإخوان المسلمين ليست حصراً على أبنائها وليست حصراً على، وأيضاً لأن ده جزء من التاريخ يا أستاذ، غير أنه جزء من التاريخ يا أستاذ محمد، غير أنه جزء من التاريخ. أنت تتعامل مع واحدة من أهم وأخطر مراحل التحول السياسي في مصر، وتتعامل مع واحد من أهم المكونات السياسية في الحياة المصرية، وبالتالي إذا كان هناك بالفعل رؤية سياسية فمن وجهة نظر شخصية هذه الرؤية يجب أن تعلن للجميع الآن بمنتهى الوضوح ومنتهى الشفافية، لأنها تعبر عن تصور لمرحلة، هذه المرحلة قد تكون لمدة 10 سنوات قادمة أو لمدة عقدين قادمين، ويمكن أن تكون أقل، لأنه في الأخير عندما نتحدث عن قرار أو تصريح أو رؤية الآن اتخذت في سياقات إقليمية ووطنية ومصرية أو محلية معينة، يمكن أن تختلف هذه الرؤية إذا تغيرت السياقات، سواء تغيرت القيادة أو تغيرت طبيعة المرحلة. خليني أروح لصهيب. صهيب، يعني البعض يعني عشان يسخ فيكم، يسخ في هذا التصريح، سواء كان بقى اعتزال أو عدم اعتزال، المهم يعني البعض طالب الإخوان بأنهم سياسيين على فكرة وباحثين، قالوا إن شارة عودة الإخوان إلى حضن الوطن أو إلى حضن المجتمع هو الاعتراف بدستور 2014. هل بالفعل الجماعة ربما نرى بعد هذا التصريح تداعيات أخرى تصل الأمر إلى أنها تعترف بدستور 2014؟ وهل دي العقبة الوحيدة فعلا لعودة الإخوان إلى مجتمع عبد الفتاح السيسي؟ يعني هو هذا البعض اللي حضرتك تحدثت عنه يا استاذ محمد وادلى بهذا التصريح هو اصلا لا يعترف بدستور 2014. دستور 2014 الذي فيه في باب الحريات كثير من البنود غير مطبقه الان في مصر، فاولى به ان يطالب النظام اولا بان يعترف بهذا الدستور وان يطبق بنوده. لكن يعني كثير من الناس بتحاول تاخدنا دلوقتي في تفاصيل هي تفاصيل فرعيه وتجزئيه لا يمكن أن تكون محل واقع. حتى الحوار اللي حضرتك تتحدث عنه يا أستاذ محمد هو يعني بالنسبة لنا حتى الآن هو كل مراشح عنه يؤكد أن هذا المسار يمضي في اتجاه دعائي واتجاه لا يمكن أن ينبني عليه. مش قلت لا 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 لا, لا, يعني. لا. أنا ناقل بالنص أهو أن السيد إبراهيم منير قال الحوار الوطني مطلوب لكن يجب أن يشمل الجميع. أنا ما جبتش ويجب أن يكون يعني تكملة التصريح أيضا الأستاذ إبراهيم يقول أنه يجب أن يكون جدي ويعني زي ما يعني الدكتور عصام يجب أن يتضمن الجدية، وهذه الجدية غير واضحة حتى الآن في الحوار. ندية يعني لا لا معلش يا صهيب، ندية يعني العسكر اللي بيحكموا مصر متساويين في نفس الكفة مع جماعة الإخوان الآن بتحدث عن الآن. ما معنى متساويين؟ نفس الوزن، نفس القدرة، نفس يعني هو نفس الوزن. المعادلة دي أصلا لا، أنت اللي قلت ندية، أنا ما قلتش ندية، لا لا جدية، أقصد جدية. جدية أوكي، جدية ويعني طالما حضرتك سمعتها ندية فهو كل المواطنين المصريين يجب أن يكونوا أنداد في. أي بس الدكتور عصام كان له كلام كويس، إن اعترافك بهذا الحوار معناه أنك أنت رجعت العمل السياسي. هو انا عاوز اقول لحضرتك يا صاحبي احنا ما لم نترك العمل السياسي حتى نعود ليه. هذا الموقف اصلا هو موقف سياسي، يعني موقف ان احنا نقول ان احنا يعني نتخلى عن حق من حقوقنا في ان احنا ننافس على السلطه في هذه الفتره حتى يعني نجنب او يعني ندفع كل لا ما انا بقى كده هم عندهم حق يا صايب. على فكره يا صايب اغلب الباحثين او اغلب الصحفيين، خليني أقول لك مثلا منهم عمار الأستاذ عمرو هاشم ربيع، قال إن إقدام الجماعة أو أي قطاع فيها على الإعلان على اعتراف بالدستور قد يمهد الطريق فعلا لحضور الحوار الوطني. أغلبهم كان هناك أو كان لديه شك في إنه الجماعة فعلا ممكن تنسحب من الصراع على السلطة، فأنت بتؤكد هذا الشك. أنت أنا لا أؤكد، أنا أؤكد التصريح الذي صدر عن قائم بأعمال جماعة الإخوان المسلمين ويعني أكدته المؤسسات الرسمية للجماعة إن إحنا لن ننافس أو لن نصارع يعني ندخل في صراع على الحكم. هذا شيء يعني هذا تصريح غير قابل للتجزئة. ده طب معلش يعني أنتوا عشان أفهم جماعة الإخوان تبقى لتفسير حضرتك لكلام الأستاذ إبراهيم منير لن تدخل في معترك سياسي
يؤدي بها او يوصل بها للسلطه، صحيح كده؟ هو انت حضرتك يعني بتفصل في امور هي غير قابله للتفصيل الان. احنا بنقول هو الدكتور عصام وضح بصفته يعني استاذنا الباحث ان مسارات الوصول للسلطه واضحه ومحدده، وان يعني من حق اي مواطن، لا مش واضحه، مش واضحه، لا 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 مش واضحه، اي قوه سياسيه ان تنافس او ان يعني تهدف الى الوصول للحكم. نحن نقول وفق رؤيتنا لا نعتقد انه من اولويه الجماعه ان تصارع على الحكم، هناك اولويات اخرى الان في مصر يجب ان ننشغل بها. الاولويات هذه مثل تحسين اوضاع المصريين، كل ده عمل سياسي. يعني انت الان تفسر يا استاذ الاقصائي، انت الان تفسر كلام السيد انت الان تفسر كلام السيد ابراهيم منير بانه ليس هذا التصريح ليس معناه قطيعه تامه ما بين اسرع او دخول السلطه الى الابد مع جماعه الاخوان، ولكنها فتره تروا فيها ان الاولويه الان ليست في الصراع على السلطه، صح كده؟ انا لم اقل ذلك، ويعني طب قول لي كلام انا افهمه، يعني مش انا معك، اديني كلام انا افهمه. السيد ابراهيم منير قال مش هندخل في صراع على السلطه. انا فهمت كويس جدا، واضح بالنسبه لي ان جماعه الاخوان المسلمين لن تدخل في صراع. طب انا جايز، معلش انا جايز، انا في مشكله عندي، مشاكل عائليه. دكتور عصام معلش بجد، انت حكم بينا، انت فاهم ايه دلوقتي من ما بين السيد ابراهيم منير والسيد صعيد؟ لا هو القرار واضح او التصريح واضح. واضح ازاي بقى؟ واضح ازاي؟ لا يحتمل قضيه الدكتور عصام حكم استاذ محمد، سيبه بقى يحكم. ما انا عايز اسال بس واضح ازاي؟ لا انا من وجهه نظري ان القرار واضح ولا يحتمل لبسا ولا تاويلا، ان بالفعل الجماعه اتخذت قرارا بانها لن تكون طرفا في اي معادله سياسيه خلال المرحله القادمه. شكرا. لن تنافس على سلطه ولن تقدم مرشحين او تدعم مرشحين خلال المرحله القادمه باسم التنظيم في اي عمليه سياسيه قادمه. هذا من وجهه نظر، لانه في الاخير اذا كان من منظور الجماعه ان هذا النظام يستخدم الاخوان المسلمين كفزاعه حقيقيه، سواء فيما يتعلق بنشر الارهاب الداخلي والترهيب الداخلي، وايضا اعتبار جماعه الاخوان هي السبب في فشل كل سياسات التنميه التي يتبناها هذا النظام، فالهدف الرئيسي من هذا فهمنا ده منك يا دكتور، وده رائع جدا. اذا انت اللي فهمته من السيد صهيب ومن تصريح السيد ابراهيم ان الجماعه لن تدخل في صراع سياسي بترشيح أو في أحزاب أو بأي وسيلة سياسية، لن تدخل هذه الفترة في صراع على الحكم. أستاذ صهيب ده كلام صحيح مش كده؟ نعم صحيح. طب ما الحمد لله أنا فهمته أهو. شوف الكلام ده وصل من الدكتور عصام، أنا فهمته. هذا الكلام ده معناه بتعلم منه. السؤال الآن يا سيد صهيب، الجماعة أصلاً جماعة إصلاحية هدفها الوصول إلى السلطة، ألا يعد هذا انقلاب على فكر الجماعة؟ هو ده فهم غير صحيح لدور جماعة الإخوان المسلمين. نحن جماعة إصلاحية، أيوة، دعوية، اجتماعية، حتى ممارستنا للسياسة هدف منها أن يعني نتيح هذا المجال للحريات. يعني حتى في مراحل العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين ليس هدف أبدا، ولم يذكر في أي مشروع مشاريع الإخوان المسلمين ولا في أي رسالة من الرسائل الواضحة من أول الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله إلى الآن أن هدفنا الوصول للسلطة، لأن السلطة هذه هي وسيلة لإتاحة المجال العام للدعوة ونشر. وإجابتك هنا كانت واضحة جدا يا أستاذ صهيب. وبالتالي أن يعني ودي اللي بحاول أوضحه يا أستاذ محمد، أن هذا القرار هو قرار لآلية من آليات العمل السياسي، وهي الوصول للسلطة أو الصراع على السلطة. وليس عندي سؤال في الآلية بقى، بعضهم قال انه هل هيتم ترجمة هذا التصريح، تصريح السيد ابراهيم منير، بغلق القنوات في الخارج اثبات لتخليكم عن العمل السياسي وادواته كلها خلال هذه الفترة؟ هو يعني للأسف بعض الناس اللي يعني بيتناولوا بالتحليل في المشهد المعارضة المصرية في الخارج يا أستاذ محمد هو غير مدركين لهذه الخريطة للمعارضة. أيوة. الإخوان المسلمين لا تملك قناة فضائية أو تلفزيونية في الخارج، ده قول الوطن دي إيه؟ وبالتالي لا وطن دي إيه؟ وطن هذه يعني قناة وطن، هذه كانت قناة كانت مملوكة للإخوان المسلمين، والآن هي لا تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين وليست مملوكة لها. حتى القناه اللي حضرتك موجود فيها يا استاذ محمد لما كنت دعوا بينا بيحسبوا لا بيقولوا كده بيقولوا لا ده الهبل بقى. حتى النهارده عاد جاتب بيقول لك غلق القناه مكملين في الخارج، فهو دي محاوله ودي اللي احنا بنقدم هذه المبادره الطيبه، يعني
عشان نرفع هذا الحرج عن الناس، إن هو زي ما بعيد وبأكد الرسالة تاني، إحنا نضع حد ونهاية باستخدام الإخوان المسلمين كفزاعة لاستمرار غلق المجال المشهد أو المجال السياسي المصري، ودي تضحية بنقدمها راضين مختارين حرصا على مصلحة مصر. طيب خلينا نروح دكتور عصام، هو ده اللي أنا ماهر فرغالي ده اللي هو يعني مفروض إنه محلل سياسي وعندهم العبط وكيلهم، ممكن حضرتك تسميه محلل أمني مثلا، هو محلل أمني فعلا فعلا، صدقت يا شيخ صايب والله. وما قاله منير هو إعلان استسلام كامل للدولة المصرية، لكن هل سيستكمل منير وحلمي الجزار ومحي الدين الزايد ومن معهم إغلاق منابرهم الإعلامية كمكملين في لندن؟ النبي تروح تخليها تسقيلك في حتة، لأن أنت لا أنت فاهم المشهد على رأي صهيب يا أخي الله يخليك، والناس دي هي اللي بياخد بيها النظام. خلينا أروح للدكتور عصام. دكتور عصام أنا يعني طبعا معلش يا أستاذ محمد، يعني اسمح لي في ثانية واحدة اتفضل. أنا هذا المشهد هم لا يصنعوه عن جهل، يعني الكلام ده ما بيتكتبش عن جهل وعدم معرفة بالحقيقة، الكلام ده مصنوع بهدف إن هو يعني حضرتك المعتقلين اللي موجودين في المعتقلات الآن في مصر اللي بنتكلم في من 50-60 ألف معتقل وفق تقارير حقوقية مختلفة، نسبة الإخوان المسلمين اللي موجودين فيهم ربما لا تكون أكثر من النصف. أيوة. وبالتالي النظام حريص أنه يصور كل من يخرج على هذا النظام ويعارض سياساته ويعارض نظامه لحكم البلد يصوره على أنه ضمن فصيل سياسي واحد، حتى يحاول أن يصنع ثنائية غير حقيقية. الآن هناك أصوات مصرية كثيرة تعارض ما يحدث في مصر، والإخوان المسلمين جزء من هذه الأصوات. طيب لكن قبل ما أروح برضو الدكتور عصام، أنت تخبرني من شوية أن القرار الذي أو البيان اللي قاله أو التصريح اللي ذكره السيد إبراهيم منير جاء بعد اجتماعات ومحاضر ومشاورات تمت بين المسؤولين عن في الخارج عن جماعة الإخوان المسلمين، مظبوط كده يا أستاذ صهيب؟ يعني أنا أزيد لحضرتك إن يعني لأول مرة أو يعني يمكن يعني استمرار للعادة القديمة اللي كانت موجودة في الإخوان، هذه الرؤية عرضت على أطراف كثيرة من خارج الإخوان المسلمين وتم استشارتهم فيها ويعني ومشاورتهم في هذه الرؤية قبل حتى اعتمادها وإلى حين اعتمادها الأسبوعين الماضيين تحديدا يعني، واعتماد أمور أخرى ربما يكون الإعلام عنها مفيد يا أستاذ محمد حتى يفهم أن هذا التصريح جزء من سياق، يعني مثلا الجماعة اعتمدت أيضا أن يكون هناك مشروع لتوثيق ويعني تقييم أداء الجماعة بداية من 25 يناير 2011 وحتى الآن. الجماعة كذلك اعتمدت أن يكون هناك تطوير يعني إطار استراتيجي لرؤية الجماعة في المرحلة يعني بشكل عام لتواكب قرن جديد إن شاء الله، هذه الرؤية يجري العمل عليها على قدم وساق لتكون موجودة وتعرض إن شاء الله على العلن يعني. كذلك تم انتخاب أو يعني أعضاء جدد للهيئة الإدارية الجديدة لتواكب العمل يعني الهيئة الإدارية اللي موجودة التي تقوم مقام مكتب الإرشاد، تم انتخاب أعضاء جدد أيضا ليعني مواكبة العمل، وكل هذا الأمور وغيرها من الأمور التطويرية التي تحدث داخل الجماعة لنؤكد أننا الجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى تستعيد عافيتها وتستعد للمستقبل إن شاء الله، وأن كل ما يخرج من تصريحات وما يخرج للإعلام هو جزء من سياق تم مناقشته وإن شاء الله يثمر الخير لمصر ويثمر الخير للمعتقلين ويثمر الخير لكل من يرجو الخير لمصر إن شاء الله. طب خليك معنا يا أستاذ صايب بس، وبشكرك على المعلومات الجديدة دي، لكن أروح للدكتور عصام. دكتور عصام، أستاذ صايب بيقول إن الجماعة ولأول مرة في هذه القرارات الأخيرة اللي أنا فاكر منها بس أنا كتبت منها إنه هيعملوا تقييم لأداء الجماعة من 25 يناير حتى الآن، إنه عملوا انتخاب أعضاء جدد للجنة الإدارية، إنهم واضعين رؤية لمشاكل مصر كما يعني عرفت التصريحات، ثم أسفر أيضا عن تصريح السيد إبراهيم منير باعتزال الجماعة للدخول في الصراع على الحكم. هو بيقول الأستاذ صايب الآن أن الجماعة ولأول مرة استشارت ناس من خارج الجماعة. لو أنك يا دكتور عصام كنت واحد من اللي استشاروهم، أنا ما أعرفش ده حصل لا، جماعة الإخوان في أمر خروجها تحديدا، لا ليس لنا دخل بالانتخاب أعضاء جدد ولا بغيره، لكن إذا تم استشارتك في نقطة واحدة بس، وهي ماذا تقول فيما هو في خروج جماعة الإخوان من الصراع على السلطة، هل كنت تؤيد أم ترفض هذا الأمر على الإطلاق؟ لا أؤيد وبشدة. تؤيد وبشدة؟ وبشدة نعم، لأنه في الأخير الجماعة خلال العشر سنوات الماضية أو التسع سنوات الماضية يحسب أو محسوب أمام الجميع أنها تمارس عملا سياسيا،
وهي بالفعل لا تمارس عملا سياسيا، بل تعرضت للتنكيل والاستهداف الممنهج ليس فقط داخل مصر ولكن عبر الإقليم وعبر نظم سياسية إقليمية ودولية، وبالتالي تدفع ضريبة عمل لم تقم به، وضريبة وتدفع ضريبة حصاد لم تشارك في القيام به أو التورط فيه. الجماعة تم تحملها فساد، منظومة فساد مصر منذ 1952، وتم تحميل العام الذي لم يحكم فيه الدكتور محمد مرسي أنه كان سببا في كل الكوارث التي تعاني منها الدولة المصرية. وبالتالي هذا الإعلان من وجهة نظري أعتقد أنه قد تأخر كثيرا ولم عن ذكره أو التصريح به تصريحا مباشرا خلال السنوات الماضية في ظل الحملات الممنهجة التي كانت تتعرض لها الجماعة. وبالتالي أنا أدعم بشدة مثل هذا الموقف الآن، لأنه في الأخير يضع النقاط فوق الحروف. النظام في مصر يعاني من أزمة شرعية حقيقية، ولذلك عندما يخرج المحسوبين عليه أو المنتسبين إليه إعلاميين وأمنيين وسياسيين وغيرهم ليطالبوا الجماعة بأن تعترف بدستور 2014 حتى تعود إلى حضن الوطن، التصريح الآن بالقول أن الجماعة ليس لها موقع في معادلة الصراع على السلطة والحكم وغيرها من موازنات، بالتالي ليس لنا علاقة ليس لهم علاقة من وجهة نظرهم طبعا الجماعة، ليس لها علاقة بهذا الدستور وليس لها علاقة بشرعية أو عدم شرعية هذا النظام. في الأخير أصبح المحسوبين على الجماعة مجرد كيان دعوي تربوي وفق تصنيفاتهم أو تعريفهم لأنفسهم في هذه المرحلة، وليس مطلوبا منهم أن يعترفوا بنظام أو يعترفوا بشرعية الدستور أو يشاركوا في حوار أو يؤيدوا أو يرفضوا أو يدعموا مثل هذا الحوار، لأنه في الأخير كل هذه الاعتراف بشرعية أو عدم الشرعية، المشاركة في حوار أو عدم المشاركة في حوار، كلها أدوات من أدوات التعبير المشاركة في السلطة. وهذا ما ترغب الجماعة، ما أعلن المتحدث باسم الجماعة الآن وما أعلنه السيد إبراهيم منير أنهم لا مجال للخوض فيه خلال المرحلة القادمة. طب سؤال أخير لحضرتك يا دكتور عصام، يعني بخروج جماعة الإخوان المسلمين من الصراع على السلطة، ألا ترى أن المشهد أصبح أكثر فقراً؟ جماعة الإخوان سواء كنت معترض عليها أو متفق معها أو مختلف مع بعض سياساتها أو مختلف مع السياسات كلها، لكنها في النهاية هي زي حزب، أكبر كتلة سياسية في مصر، أكبر كتلة اجتماعية في مصر. ألا يعد خروج هذه الجماعة من المشهد بشكل عام إفقار للمشهد المصري السياسي المصري والمجتمعي؟ لا، غير صحيح، لأن الجماعة في الأخير لن تخرج. هناك فارق بين الخروج من الصراع على السلطة أحزابا بطرق سلمية أو غير سلمية كما وضحت في البداية، وبين الممارسة السياسية. الممارسة السياسية هناك شكل آخر من أشكال الممارسة السياسية شديد الأهمية يتجاهله الكثيرون، وهو ما يسمى بجماعات الضغط. الجماعة أي الإخوان المسلمين بما لديها من إمكانيات وقدرات يمكن أن تشكلوا جماعة ضغط حقيقية في إطار تصويب الكثير من السياسات، ليس من باب الوصول إلى السلطة أو الترشح سواء في البرلمان أو مجلس الشعب أو الشورى أو حتى أن يكون لها ممثلين في المؤسسات الرسمية، ولكن هناك عشرات ما يعرف في الولايات المتحدة الأمريكية باسم اللوبيات. هذه اللوبيات تشكل أحد أهم أوراق القوة في المجتمعات، في المجتمعات المدنية الساعية على الحفاظ على قوة المجتمع وتنظيم أفراده والدفاع عن قضايا أو الدفاع عن ملفات دون أن تكون هادفة إلى الوصول إلى السلطة أو الوصول إلى الحكم. هذا جانب. الجانب الآخر، وهي إشكالية في غاية الأهمية والخطورة من وجهة نظري، أنه خلال التسع سنوات الماضية للأسف الشديد لم تنجح القوى السياسية في مصر في تجاوز أزمة الثقة السياسية فيما بينها. هناك شكوك قائمة ومترسخة ومتجذرة بين الكثير من التيارات السياسية، بين قوسين الليبرالية واليسارية تجاه جماعة الإخوان المسلمين وتجاه كل التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية. الإعلان اليوم من جانب الجماعة أنها لا تشارك في السلطة يجب أن يقابل بنوع من الثقة أو المصداقية من جانب باقي هذه التيارات، وأن تقدم هذه التيارات نفسها. لذلك عندما أشرت إلى التحليل الرباعي أن من باب الفرص التي يمكن أن تتوفر لنا لجماعة الإخوان المسلمين أن تنهض التيارات السياسية الليبرالية أو اليسارية أو غيرها من توجهات سياسية، وأن تمارس دورها بعيدا عن فزاعة الإخوان التي تم استخدامها، وبعيدا أيضا عن الضغط من أن الإخوان المسلمين يمكن أن يقفزون على السلطة أو الحكم في أي انتخابات أجريت، أي انتخابات ديمقراطية نزيهة بما يملكونه من إمكانات وقدرات. عندما يأتي هذا التصريح في هذا التوقيت، إذا كان لدى هذه التيارات من الإمكانيات ما تستطيع بها أن توحد صفوفها سواء في أحزاب أو في جماعات ضغط أو في اتحادات سواء داخل مصر أو خارجها، وتتحرك بفاعلية في مواجهة الممارسات الاستبدادية والتسلطية التي يمارسها هذا النظام، أعتقد هنا يمكن أن تنضبط المعادلة السياسية في مصر.
ويمكن أيضا مع مرور مرحلة زمنية معينة سواء كانت قصيرة أو طويلة يمكن أن يعاد بناء هيكل الثقة المفقود بين كل المكونات السياسية والمجتمعية المدنية بعيدا عن هيمنة المؤسسة العسكرية. بشكرك الدكتور عصام الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بشكرك جدا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ صهيب. معلش يعني من شوية أنت ذكرت بأنه قناة وطن كانت تابعة لجماعة الإخوان والآن لم تعد تتبع جماعة الإخوان، أنا فهمت صح ولا ما فهمت صح؟ لا حضرتك فهمت صح. سؤالي بقى، هل ستسعى جماعة الإخوان إلى إنشاء قناة أو موقع بديل يتحدث باسمها بعد تصريحك بأن قناة وطن ليست تابعة لجماعة الإخوان؟ هو بالطبع جماعة الإخوان المسلمين عندها موقع اسمه إخوان سايت. أيوة. هذا هو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، يعبر فيه عن مواقفها الرسمية ويتم إصدار البيانات والتصريحات الخاصة بالأستاذ القائم بالأعمال والمتحدثين والبيانات المتعلقة بالجماعة من خلال. أما غيرها من الوسائل فهي وسائل يمكن تقييمها ودراستها وربما تكون مفيدة أحياناً أو غير مفيدة أحياناً، هذا كله خاضع للدراسة المتخصصة، وهذا يعني ضمن ملفات المكتب الإعلامي داخل الجامعة يجري هذه الدراسات ويعني يشير على القيادة بما يراه مناسب. طيب يا سلام على إجاباتك جميلة والله يا أستاذ صهيب. أستاذ صهيب يعني هو ده سؤالي يخصني أنا، إزاي قناة وطن دلوقتي شغالة وهي لا تتبع جماعة الإخوان المسلمين؟ والله أنا بسأل نفس السؤال عادي، يعني ما هو قناة مكملين شغالة ولا تتبع جماعة الإخوان؟ لا بس قناة مكملين عارفين، إحنا عارفين كويس جدا إنها من زمان. ده أنا أقول لك على صايب على حاجة يعني أنا عاوز الحلقة وأمشي، استنى بس أقول لك، كانوا يجوا جماعة الإخوان المسلمين يشتكوا مني، يعني الله يرحمه المهندس أيمن. لا لا أبداً عمرنا ما اشتكينا. لا 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 أنا هقول لك، أنا بقول لك على وقائع. المهندس أيمن الله يرحمه كان يشتكي مني، الأستاذ السعداني كان يشتكي مني، وكانوا يجوا يشتكوا من قناة مكملين. فخلينا سيبك على قناة مكملين دلوقتي، انا اشتغلت في قناة وطن. دلوقتي قناة وطن اذا لم تكن تتبع جماعة الاخوان المسلمين فلمن تتبع قناة وطن؟ والله ده الملف يا استاذ محمد، احنا كل صوت وطني يقدم يعني ما يخدم القضية المصرية ويلتفت الى هموم الناس ويلتفت الى احوال الناس، ده صوت ندعمه ونؤيده وليس عندنا معه اي مشكلة. لكن حضرتك سألتني عن ملكية خاصة بالجماعة وانا نفيت هذه الملكية ده ببساطة. يعني قناة وطن لا تتبع جماعة الإخوان المسلمين؟ لا تملكها الآن جماعة الإخوان المسلمين. يعني أنا طبعا مصدقك والله يا صاحبي، يعني لا بس أنا مصدقك لكن مستغرب يعني. طيب السؤال بقى دلوقتي، طالما جماعة قصدي قناة وطن لا تتبع جماعة الإخوان المسلمين فده يستتبعه سؤال تاني، هل بيان الأستاذ سيد إبراهيم منير اللي ذكره من شويه واللي حضرتك والدكتور عصام وضحتوه، هل تعتقد ان هيطلع جناح اخر كان يتبع جماعه الاخوان يعارض هذا البيان وربما يشكك في جديته ومدى التزام بعض الاجنحه في جماعه الاخوان بهذا البيان؟ هو انا بس توصيف الاجنحه والامور دي غير حقيقي، انا مش عاوز ادخل في هذا الامر. لان انا مش عايز ادخل في هذا الامر بس بسال. لا الناس كلها عارفه يا صهيب، الناس في اقاصي الارض والله والحطابين في الجبال عارفين ان جماعه الاخوان بقت جماعه السيد ابراهيم منير والسيد محمود حسين. لا الناس كلها عارفه الكلام ده والله، الناس المتابعين بجد وعندهم معلومات عن الجماعه والصف الاخواني يعرفون جيدا انه حدث خلاف حقيقي داخل قياده الجماعه الاخوان المسلمين. هذا الخلاف استمر فترة من الزمن وكان في ذروته في فترة من الفترات، لكن الآن هذه صفحة طويت والجماعة مؤسساتها استقرت بفضل الله سبحانه وتعالى وتمارس عملها وتلتفت إلى المستقبل. وأي أخ من وتم فصل ناس يا أستاذ بقى، تم فصل ناس؟ تم فصل ناس؟ مش فاهم حضرتك. من جماعة الإخوان تم فصل بعض الأسماء من جماعة الإخوان؟ هناك بعض الإخوة يعني ارتأوا أن مسار الجماعة لا يوافق رؤيتهم فأبعدوا نفسهم عن الجماعة، بس ببساطة. لكن الجماعة الآن منعقدة ومستمرة، وتاريخ الجماعة الطويلة يا أستاذ محمد بالمناسبة في مثل هذه الأمور. أنت حضرتك تتكلم عن جماعة كبيرة جدا بقالها 90 سنة، عندها تاريخ وعندها امتداد جغرافي وعندها يعني ميراث عظيم وكبير،
وطبيعي جدا في مثل هذه التجمعات البشرية أن يحدث اختلاف في وجهات النظر. إحنا داخل جماعة الإخوان المسلمين ارتضينا مسار أن نحتكم إلى الشورى والمؤسسات وأن نغلب الجماعية ويعني نقدر رأي الجماعة. إذا اختلف أحد أو بعض الناس مع هذا المسار نحترمهم ونقدرهم، لكن مسار الجماعة يمضي وهم يختارون المسار الذي يريدون أن يمضوا فيه. لسنا في مسار أن نجرح أحد أو نتهم أحد في نيته، ولكن نقول أن يعني مصر تحتاج إلى كل جهد مخلص، وكل جهد مخلص يجب أن ينصرف ويلتفت إلى مصر وأن يلتفت إلى أوضاع المصريين. المجتمع المصري الآن يا أستاذ محمد مفكك، والدولة المصرية مهددة بالإفلاس والضغوط الاقتصادية غير مسبوقة عليه. أولويتنا وأولوية كل مخلص يجب أن تنصرف إلى إصلاح أحوال الناس الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف حياتهم. وهناك ملف نكرره ولم نمل من تكراره، أن كل جهد أي أخ من الإخوان المسلمين أو أي مصري مخلص يجب أن يوجه جهده إلى الإفراج عن المعتقلين. هذا ملف ذا أولوية قصوى يجب دائما أن ننشغل به ونركز فيه. فأولى بنا أن نصرف جهودنا، وده قرار اتخذته مؤسسة الجماعة، نحن لن نلتفت إلى أي خلاف ولن يشتتنا أحد عن وجهتنا وعن غايتنا من الالتفات إلى ما ينفع الناس إن شاء الله. ده كلام جميل جدا ومشاعر وطنية رائعة جدا، وأتمنى إن شاء الله أنكم تصلوا إلى الـ الأهداف الجميلة دي. لكن خليني بس، ما أنا مش عارف أناقشك في إيه لأنه الوقت عدى، لكن خليني أقول لك أنك أنت بتقول أنه في تصريح السيد إبراهيم منير جاء في سياق مشروعات كبيرة عملاقة زي تقييم لأداء الجماعة من 25 يناير لحد دلوقتي 11، وفي حاجة في النص أنا مش عارف أكتبها، وأنه تم انتخاب أعضاء يعني موظفين إداريين جدد، معرفش يعني إيه الموضوع في ده يعني أو إيه جديد. ما أنت طول الوقت إن هناك هيئة إدارية الآن بتقوم مقام مكتب الإرشاد، يعني يرأسها الأستاذ إبراهيم منير بصفته قائما بالأعمال، وهذه الهيئة تقوم بمهام مكتب الإرشاد العام للإخوة أعضاء مكتب الإرشاد فك الله أسرهم إن شاء الله، ولكنها لا تسمى باسمه، فتسمى الهيئة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين. هذه الهيئة يعني مؤسسات الجماعة اقتضت في الفترة الأخيرة أن تجري لها توسعة وأن تضيف بعض الأفراد، هؤلاء الأفراد أضيفوا بالانتخاب، حتى يعني الملفات كتير جدا يا أستاذ محمد ومحتاجة كل جهد من جماعة من كل أخ من الإخوان المسلمين، وبالتالي ارتأت الإدارة أن تستعين بأعضاء جدد وتضيفهم للجماعة للاستفادة من هذا الأمر، وهذا في سياق مجموعة من القرارات تم اتخاذها للمرحلة القادمة إن شاء الله. يعني من الحاجات المهمة جدا أن الرؤية اللي كان دايما الصف الإخواني بيطالب بيها وكان دايما الناس تنتظرها منا بحكم مسؤوليتنا وبحكم أن جماعة الإخوان المسلمين دي ليست ملك الإخوان المسلمين وحدهم وإنما هي ملك للأمة، فالآن تم اعتماد بفضل الله الإطار الاستراتيجي للرؤية. هذا الإطار يحدد يعني كيف ترى الجماعة نفسها في أعتاب قرن جديد نأمل أن نبدأ إن شاء الله لنستعيد قوتنا ومكاننا ومكانتنا التي كنا فيها دائما. هذا الإطار تم اعتماده وجاري الآن العمل على رؤية موسعة. كذلك تم اعتماد الرؤية السياسية أستاذ محمد اللي هي جزء من نهضة، ممكن أقول فيها بعض التفصيل يعني لأن ده يعني هم يخص الأمة، إن احنا يعني تم استشراف السيناريوهات والتصورات التي يحتمل أن تواجه مصر الآن، لأن حضرتك عارف إن يعني جزئية الجزء المتعلق بالمعلومات الدقيقة والشفافية فيها مشكلة في مصر، فإحنا استشرفنا هذا المستقبل من خلال مجموعة من السيناريوهات وتم وضع مجموعة من الآليات والأدوات للتعامل مع هذه المسارات. ويعني القسم السياسي ده يعني انتوا يعني انتوا في جماعة الإخوان مضى في التركيز إن شاء الله، انتوا في جماعة الإخوان عملتوا دراسات ووضعتوا مجموعة سيناريوهات تعالج أزمات مصر في الفترة القادمة، مظبوط كده؟ يعني احنا هذه الرؤية السياسية هي تقدم رؤية يعني كيف ترى جماعة الإخوان المسلمين نفسها في المشهد السياسي لتساهم في نقل مصر في مستوى أفضل مما فيه الآن. طيب. لكن الملفات التفصيلية لا جماعة الإخوان المسلمين وحدها ولا النظام ولا غيره، طيب. أي قوة سياسية لابد أن يجتمع الجميع وأن يفكر في مناخ من الحرية وفي مناخ من الديمقراطية ويتاح للجميع. مصر الآن محتاجة حملة الأسهم اللي هم المصريين المواطنين المصريين، تحتاج كل مواطن مصري عنده جهد أو عنده خبرة أو عنده علم أو عنده تخصص ينقذ مصر مما هو فيه، لابد من فتح المجال. والله ده كلام جميل جدا، بقول عليهم دول
كتير جدا منهم اللي بقول عليهم دول موجودين للاسف بدل ما يكونوا مقدمين في دوائر انقاذ مصر موجودين في السجن. ومنهم الدكتور باسم عوده وغيره كتير من المتخصصين اللي المصريين مفتقدينه الان في الظروف اللي احنا بنعيشها. لكن انا معلش سؤالين اخرين بس سريعا الله يخليك لانه انا عديت الوقت 23 دقيقه. انا بس يعني مش عايز افوت الفرصه دي اسالك، يعني انت قلت انه مصر تحتاج لكل الجهود المخلصه لخدمه مصر في هذه الظروف الحالكه السواد والحاجات الجامده دي. هو انا عندي سؤال بقى من خلال لقاءاتي مع شباب الاخوان في اسطنبول، اليس الاولى ان انتوا توجهوا طاقتكم لاستيعاب الشباب بتاع الاخوان اللي كان غاضب طوال 9 سنوات من سياسات جماعه الاخوان، شباب الإخوان نفسهم؟ وأنا حضرت لقاء كبير موسع كان الشباب غاضب جدا، أليس الأولى أنكم تبدأوا بالمجتمع الصغير وهو شباب الإخوان وبعدين تنقلوا بقى لما تصلحوا دول روحوا صلحوا، يعني نجتمع ونتكاتف نصلح مصر، مش ده الأولى يا أستاذ سعيد؟ هو أنت حضرتك يعني هو المسارات ليست على التوالي على التوازي، إحنا بنعيد نفسنا وكل ما يحدث الآن من تطوير هو استجابة. أنا واحد من الشباب دول يا أستاذ محمد، حضرتك بتكلمني لا ما انا عمري ما شفتك غاضب يا صهيب، اسمعني بس عشان بس ايه، انت واحد من الشباب ده على عيني وراسي وانت عم الشباب كلهم وسيدنا يا عم وتجارات، بس انا ما بتكلمش عليك انت، انت كنت طول عمرك يعني راجل لطيف كده بشوفك في المناسبات، انما انا كنت بشوف شباب غاضب جدا، مش عايز اسمي لك اسماء انت عارفها اكيد يعني، كان صوتهم عالي جدا لطيفه، لكن هو السؤال بقى حضرتك لازم يبتسم لكن نعم. انا انت حضرتك بتكلمني دلوقتي بدون اي ترتيب، وانا قادم من تجمع شبابي يعني كان فيه يعني ما يقارب يعني او بلاش اعداد يعني عدد كبير جدا من الشباب من طلاب الجامعات، كنا موجودين مع بعض ودار حوار حتى حول قصة التصريح وتم توضيحه، والشباب دول يعني في روح جديده بتسري وموجوده وانا جزء منهم، انا موجود منهم. وعاوز اقول لحضرتك برضو اضافه جديده ان الهيئة اللي بقول لحضرتك عليها الآن ديت الآن أصبح فيها شاب في مقتبل الثلاثينات موجود عضو في الهيئة الإدارية العليا التي تقوم مقام مكتب الإرشاد. كلام جميل. سؤال بقى يخص الهيئة دي، إضافة كبيرة، وكذلك مسارات العمل في العمل الشبابي والطلابي خارج مصر، ويعني إن شاء الله رب العالمين يعني يعودوا ليشاركوا في بناء وطنهم موجودة، ودي إضافة كبيرة إن شاء الله هتكون إضافة لمصر في المستقبل بإذن الله. كويس. نخص بقى السؤال الأخير الأخير خالص، يعني هو الخاص بالهيئة دي، أنت ذكرت الآن أن هذه الهيئة تقوم أو تحل محل مكتب الإرشاد، إذن الآن جماعة الإخوان بدون مكتب إرشاد؟ لا، ما هي موجودة أهي جماعة الإخوان المسلمين، دي هيئة إدارية، هناك أعضاء، هناك دي هيئة إدارية اللي أنت ذكرتها، دي هيئة إدارية، أعضاء مكتب الإرشاد يا أستاذ محمد، أعضاء مكتب الإرشاد أساتذتنا وقادتنا وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هم الآن أسرى في السجون. أيوه. والإخوة القيادات اللي موجودين في الخارج يقوموا بدورهم ومسؤوليتهم الطبيعية اللي هو الأستاذ إبراهيم منير ده كلف من قبل قيادة جماعة الإخوان المسلمين. فبالتالي إحنا إخواننا دول في دور واجب نقوم به تجاههم. هذا الدور احتراما لدورهم ومكانتهم الأستاذ إبراهيم آثر أن يبقي على مسمى مكتب الإرشاد لا يتسمى به إلا هؤلاء الإخوة المعتقلين في المرحلة الحالية. أيوة. لأن هم دول يعني مرحلة فاصلة في تاريخ الدعوة وإن شاء الله يكون في تاريخ مصر ويعودوا لاستعادة أماكنهم الطبيعية. يعني كأن مسمى مكتب الإرشاد علق لأسر أعضائه الآن في السجون، صحيح؟ كمسمى يعني هو هيفرق في حاجة؟ ده اسم لا يفرق. لا يفرق. طول عمرنا نعرف ان جماعه الاخوان ليها مكتب ارشاد، النهارده بنعرف ان في هيئه اداريه هي اللي بتدير او يعني او بديل عن مكتب ارشاد، بديل عن مكتب الارشاد لان مكتب الارشاد الان اعضاءه موجودين في السجن، يعني الموضوع بسيط. تمام. يعني تمام. لا بسيط جدا، بس انا بحاول افهم المصطلح عشان الواحد يبقى فاهم بس وضع جماعه. هو للاسف يا استاذ محمد وانا اسف اني بقول كده، بس انا حريص على عدم الذكر الكلام ده، لكن الفتره اللي فاتت احنا شغلنا الراي العام بامور تنظيميه داخليه لا احنا المفروض نشغل بها كاخوان مسلمين، احنا بنعتذر عن هذا الامر ونتعهد ان شاء الله الا نشغل الراي العام في الفتره القادمه الا بما يهتم به الراي العام وينفعه، وده دور احنا منشغلين به ومركزين عليه جدا. وبالتالي الامور التنظيميه المتعلقه بتنظيم جماعه الاخوان المسلمين هي بتصل في مساراتها الطبيعيه لاعضاء التنظيم وهم بيشاركوا في بنائها وصناعتها، وده ان شاء الله يعني عاده قديمه للجماعه تتجدد ان شاء الله مع التطوير الذي ننشده والتحسين الذي نمضي فيه ان شاء الله. الاستاذ صهيب عبد المقصود
المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، بشكرك مرتين، مرة على وجودك ومرة أيضا على سعة صدرك لأسئلتي أو لمناكفاتي معاك. بس إحنا عهدنا مع بعض كده صهيب، حتى خارج اللقاءات الإعلامية كنا دايما نهزر مع بعض وأنا دايما أنكشك كده، فأنا بشكرك يا صهيب جدا. جزاك الله خير يا استاذ محمد، وحضرتك يعني ساعدنا جميعا بعودة حضرتك للشاشة. الله يحفظك. الله يحفظك. وصوت مهم يعني، نتمنى ان شاء الله ان حضرتك تستمر في دورك اللي بيخدم القضيه المصريه والهم الحقيقي اللي احنا بنحسه فيك والشعور الوطني تجاه مصر. اشكرك جدا. شكرا استاذ صهيب عبد المسعود، بشكرك. تصريحات مهمه قالها الاستاذ صهيب عبد المسعود، هنبقى ننزلها بكره في يمكن في انفوجراف كده، عشان دي تصريحات تاريخيه ومهمه. طبعا هو كانت كلها على خلفيه تفسيره لتصريحات الأستاذ أو السيد إبراهيم منير من أنه الإخوان لن تشارك في أسرع على السلطة بعد الآن. كمان استمتعنا بشرح الأستاذ دكتور عصام عبد الشافي لأهمية هذا التصريح، وهو أنه بيخلي أو بيسقط الشماعة بتاع النظام السيساوي بأنه جماعة الإخوان هي البعاول بيهدد مصر. خلاص كده جماعة الإخوان بهذا التصريح خرجت من الموضوع، شيل أنت. وكما ذكر الأستاذ صهيب، جماعة الإخوان لديها نية أو استعداد للمشاركة في أي شيء يحل أزمة مصر. أنا رأيي الشخصي أن جماعة الإخوان مهمة أنها تبقى، ومش بدعي أن أنا بقول أنا عمري ما كنت واحد من جماعة الإخوان ولا حتى الآن يعني، لكن أنا بقول هذه الجماعة يا جماعة قوية، واختفائها مضر جدا للمجتمع المصري ومضر أيضا للحياة السياسية المصرية. أنا قلت رأيي والباقي على الله، وأنا عارف أنها تشتم من ناس كثير لكن مش مهم. إلى هنا الحلقة خلصت، إلى أن نراكم غدا وحلقة جديدة من مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.